شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل ندوس قال لك على زاد حقوق كنت عندك الحق في واحده بلاش شو قال لك نمشي ناخذ واحده اللي ببلاش من خير ما ناخذ صغرين فكره برا برا فيسا قبل ما يفيق حد يخرب الفازة اسبوعي برا يعيشك فيسا فيسا وصل الجواب هذا البروفيسور بن عمر عرفت الكابينيه نتاعو وين جات ولا كان صدقني ربي اللي ما عرفتيش تذومر على السباحة والله بالعقرة ما عرفتيش باه يا سيدي أعطونا نعتك المكتبة العمومية الكبيرة عرفتها ولا لا ذي عمري ما سمعت بها ودار الثقافة تعرفها تعرفش رواق الفنون شي ذو مزوز ما عرفتهمش اسمعني تفكرها سال السينما القديمة اللي كان اسمها باراديزو تيك توريت سوبر مارشي البحث عم لزر فطايري والبطسيري حقا حقا سمحني انا نسيت اللي جي بي اس متاعك مربوط بكرشك باهي سيدي الكابيني متاعو هيك موجودة في البلعاس اللي فوق سوبر مارشي تدخل السنتر كوميرسيال تطلع في الدروج الكابيني موجود على يدك اليمين في الطاقة الرابعة طاقة الرابعة ثم صزارة ثم ثم مكسر هاكا وقت اللي طابت من الدروج نجم تسترجع انفاسك في حانوت الفطايري قل لي دلندا يا اخي انت خلطت على سينما الباراديزو بتبيع عليه اما بابا كان ديما يحكينا على سريت السينما اللي كانوا عنا وانت دكتور كنت مغروم بالسينما شو مغروم شو مغروم كنت لازم كل نهار جمعه نحط الحطه ونمشي نتفرج غادي وساعة ساعة نهزم بتيت أمي معايا مدام زينب؟ نعم لا لا قبل ما تجي مدام زينب وكانوا يعيطوا لي دون جوان أن فري كورو كنت أبو؟ الساعة ما يتوش عليك علاش؟ خاطر أنت ياسر سيريو وستريكت وأنا هذاك اللي عجبني فيك وهو كذلك وهو كذلك تري تري بيان مير نانا شو محليهم الكسالات يهبلوا 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 هيا تاخو منهم لزهاز عزة زعما هيدهم للزينة برك ولا يرقدوا عليهم للزينة يا خالتي جنات يحطوهم باش يكسروا بيهم اللون تاع الكنابي ياسر حلوين انا عجبوني نانا شري لي منهم امان
عجبوك؟ هذوك زينوبة تبيع فيهم في الحانوت ب30 دينار الكعبة، أنا نخليهم لك ب25. ليه عاد يا أمي فضيلة؟ هكا ما عادش يخلص. 28 دينار سو معقول. زينوبة عزة ولت من العائلة، يا أخي باش تربح فيها؟ هذاك هو 25 دينار براس مالهم، وكلمتي أنا هي الأخرى راهي. زعما ثلاثة كوسانات يزيو للصالة؟ لا يا شومي، ثلاثة كوسانات يجيو على الكنبي برك، والفوتاي بكوسانة. أوه يا أخي، هو استوديو متاع أسبوعي قداش يرفع من فوتاي؟ أنا من رأيي كي ربي يحن عليكم ويرزقكم بدويرة مفرهدة وقتها أضرب لها شبعة كوسانات. وعليها مش توا، الحاجة تشريها اليوم خير من غدوة. توا نخمم ونقول لكم. باهي بركة، من غير ما تخمم. مش لازم الكوسانات، ربي نوى بكري. ريتو ماهو؟ ريتو دلال الصبية؟ وقتاش تعرس ونرتاح من دلالها؟ وتوا نبقيكم على خير، كليونات راهم يستناو. شحه وانتونا ايجا، شد خزلها خليوش الطفله بشهوتها. والله ما همش دوينه هما، كما جاوش غالينا راني خديت منهم لسالتي. امي فضيله يا اخي هكاك تعطيهم لها بلاش؟ اش كان علي؟ بنية عجبوها. ثلاثة كوسانات، لا يغني ولا يفقر ومحسوب. احنا ما تفهمناش هكا. لا، نقول لك كلمتي. عزة محسوبة بنتي، وإذا كان اللي عملته وأنا ما يساعدكش، ما عليك نشوف خياطة أخرى ويا ناس ما كان باس. نمشي نركب فطوري خير أنا. لحسيلي وحدك يا نانا، هي وشريتهم لي. عرفتك قلبك ما يعطيكش تخليني كيكه بشهوتي. كلام هذا، نشريهم لك لله، نشريهم لك حتى ب 100,000 الكعبه، وانا قديش عندي من عزه فردك ايبه راي. يعيشك يا نانا، ربي فضلك ليا يا ربي. هاي هيك نخبيهم في المارو متاعي. خلي عليك، واه تو نخبيهم عندي في بيتي، واه مادام عندي الفضاء. لويس تقعد تكدس فيهم في المارو متاعك. زيد معاك يا نانا، نطفي الغاز ونمشي للصاله نتفقد فميشي كليون جاي يستناي. بابا يميتي بحنهم، ما همش نتاع مر وقلص هذوما. بلندا شكيبة؟ شكيبة، شكيبة اللي فوق 3 شهور ويسأل عليك وين تخدم وين وليد تسكن. هكا للا تذوب كل ملحة وما تقوليش شم جايبك؟ فهمنا كل شيء وفي بيناتنا. وفي حد شيء ما بيناتنا، أنا مازلت نحبك ونموت عليك يا بنتي. تكلم شوية لاسمعك، عارفة ترسلي فيه يسمع ولا شيء يمني فيه. أنا اسمع ولا يسمع. باهي شكيبة، برا تو نكلمك، تو نفهمك عليك. امشي معاك، أنا ماني متحرك من هوني إلا ما نحكيو. داكوردو؟ بيجي بيجي، صب 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 كسمه صب مولا بيس. قاعد تتقشف على السباله نتاعك؟ شي ليه بيجي، كنت برا زقيه تقطعت، قلت جينا عملت ترتيحه بحذاك شويه. وي كنت تسكسك يا وحيد. ها زيد لي زيد لي زيد. بعد سيدي خويا بعدك الاستاذ نتاعو شي بالعمر. الله يرويك يا باش. زيد زيد، قلت لي من الاول انت تحب تعمل بلان، رانا عطيتك تشرب منك للدبوزه. هذا دوس اللي بات معك الطبيبه. اي باشي شبيه نجم نمشي باشي. ها تنجم تمشي برا، امشي امشي بالسيف، حطيتي الماء اللي شربته كل يلزمك تمشي. وكان تحب تعمل دوش تو نمشي للاسواق نجيب لك حكاكه تل. هاي خرجت شتوا؟ انا من هوني مانيش خارج. تعرفش كيفاش؟ تو العشيه بعد الخدمه نمشيو نشربوا حاجه ونتكلموا على راحتنا. يا بنتي انا ما صدقت ربي لقيتك، وكتعاو تفسع انت من بعد. قل لي دلندا يا اخي، اسبوعي مازال ما جاش؟ ها؟ مزي عسلامه سيدي. عسلامه. والسيد هذا جاي لشكون؟ سيادتك الطبيب النفساني؟ اي نعم.
ايه انا جيت حبيب نقابلك، اما حشمت باش نقول للسكرتيره نتاعك. لا 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 مش مشكله، هذه ديما تصير لنا مع لي باسيون جدد. مش مشكله، تفضل تفضل. ميرسي دكتور. عايشك، تفضل. دلندا دوب ما يجي اسبوعيا، قول له يدخل لي دوسي اللي باش يبعثوا معاه بروفيسور بن عمر. داكوردو؟ حاضر دكتور. قول لي شبيك مضطربه هكا وداخله بعضك؟ ها مو لاباس؟ دكتور نحس في روحي مانيش قد بعضي. تحس في روحك ما تقدرش وتعبه؟ لا تنجم تروح. قول لي احنا عندنا برشا رونديفوات؟ بيان، مالا كي يجي اسبوعي خليه هو في البيرو وانت روح ارتاح على روحك، داكور؟ ان شاء الله لاباس. اياهو بيجي ايش تعمل؟ حد شيء حد شيء هكا بيجي؟ هكا ما تتكشف على اسرار تاع خدمه تاع سيدي خويا؟ محسوب انا فهمت منها حاجه، تلقى كتيبه داخله بعضها تقول عليها كتيبه بالشنوه. ماشي تحب نقول لك شغل فيه الدوسي؟ لما اصبر على شرط روح تاخذ الحكايه بيني وبينك. قول ما تخافش سرك في بير. اصبر قول الدوسي هذا اسمه علالة وطلع باش مريض. باش مريض؟ بالبخس. بالبخس؟ ثم واحد مريض بالبخس؟ اشنو هو سي اسبوعي؟ يسخني يا سيدي تاتا بيصدق حكايه كيما هذه؟ والله باش كيما نقول لك ملي مشيت انا للبروفيسور بن عمر باش ناخذ دوسي هو قال لي المريض اللي باش نبعث لخوك راهو غريب شويه يحب البخس ويحب شكون يعيط عليه وشكون يلبسه ووصاني باش ما تعلوش في اللعبه تاعو. يا وجهه اي وين سي علاله؟ وقت يجي عندي عند خوك؟ باش يجي العشية ويزي بنت نسنيس. ما خيبك يا صنعتي كي تبدا عند غيري. تو فهمتني قاعد تبع فيها. لذا ما نجموش نعتبروا اللي الحب بصفة عامة كحالة نفسية مرضية. العلاقة كي تتقص صحيح ينجر عليها كقلق كبير وفقدان لطعم الحياة. لكن هذه أمور عادية تصير على العباد الكل. هاو الدوسي. وش بك توا سي شباب؟ شوف مني توا سيركيلاسيون وماك تعرف وسط البلاد النوجه تغلي. وراك عملت كعبه فريكاسي من هوني. كاتي. وصحيفه لبلابي من غادي. سخونه بالعظمه. وحلاب البن من عند عمك الشيرني. عم شيرني لقيته مسكر، تعديت لعم عمك صالح جارك، عملت صحفتي تصحلب. صحلب؟ ايه صحلب صحلب. فهمت مع دلندا ولا؟ ايه سي وهيك روحت. عم روحت؟ كيفاش خليها تروح؟ عجب؟ شبيه هذا؟ وانت ايش مدخلك يا ولد؟ سوس تدخلني؟ دلندا خطيبتي يسمي نخلت عليها؟ دلندا مخطوبة؟ يا شبكشي دوماج زينوبة ما نعرفش نخيط ولا راني عاونتك على غالب جي با يو لو طون دو بروندر لا كوتور. تعرف يزمني نعاود نتفاهم معاها خاطر ملي حست روحها لازمه ولات تدخلي في خدمتي. تعرف ايش عملت؟ اعطات ثلاثه كوسانات لعزه. يلا غص عبالك عايش بنتي. يو خيط قداش وحشتك وجي انت بالعمل. عملت كيف عطاتي، طيبت يا لله شربه وطيبت سلطه مشويه وعملت كمونيه وكملت معاهم طاجي. وشهيتني اختي فضيله. علاش هكا؟ شو انا ذولي اليوم باش نبلبز الرجيم نتاعي، ظهر لي باش نقعد نفطرون. انت مرحبا بيك يا اختي، جيت وقت فطور وباش نصيبوك. عاد ماما دردارها كيف كنتي بالضبط، تجي وقت اللي تحب، احلى على قلبي من العسل. قلي شفت الكوسانات اللي خيطتهم انا؟ اوه تبارك الله، انت شفتهم كدسين في البوتيك. اما تبارك الله عليك اختي فضيله، عندك سبعات اللهم صل على النبي.
ايه هذوك شيء ما عندك مريض. لو كان جات الحانوت تبيع الحوايج تشوف التشتيل والقدا والرتبه. سالي فاطمة. هكا فاطمة معاملة على عمك يهزلك الكرتابة هو جهده طايح في الخدمة. واه واه يا اخي جهده باش يتيح على خطوتين في الكلوار. تعاد كي هو شاد صحيح يحب يسترجع ذكريات المكتب نتاعو. اي بالحق امي تتفكر كي كنت راح من المكتب. نتفكر يا بابا نتفكر كنت تدخل لي الكرتابة حياستها طاهرة المنديلة مهدعة بلاش فلس والسروال ركيبه مجرودة. يطلعوا أكثر حاجة قاعدة تذكرها بالمكتب شنية. ما تقوليش البراعة اليدوية. قد العلمي لمجة العشرة ولمجة الأربعة. ايه هاكم تضحكوا زهين وعاملين جو. خوك يحكي لنا على ذكرياته نتاع القرايه. يا امي كان نحكي لك انا على ذكريات البيرو لما تتفلقوا بالضحك كلكم. الويل اش عملت لك انا اليوم بالذات ولا منرفز على خاطر ددو طلع عندها خطيب وتحب تفش يدك فيا. بربي هذاك علاش انت سيادتك داخل مصفر وجهك؟ شي همك فيها انت مخطوبه ولا معرسه؟ طب وهذا حد عقلك يا اخي ما تعرفوش اسبوعي يلا الحكايه وما فيها افكتيف مو خطيبها جا للكابيني وعداها عليا عمل الفزيته وفصار ما خلصنيش هذاك عليه نصفر في وجهي. ايش هو سليمان عاد وقت فطور ماهوش وقت عرك. هيا ترى اماني روحت ولا هيك في بيتها شاد الاورديناتور خرجت العشره وروحت طول للدار. أنا ماذا بيا تروحتوا للدار خير من اللي تتلهى بالحكايات الفارغة. أش قالت فاطمة؟ قولوا لها أماني أختك راني مانيش ناسي حكاية أنيس. شكونو هذا أنيس؟ سي سون بتي تامي؟ لا يا نسيبتي أنا بناتي ما عندهمش دي بتي زامي. هيا بسم الله سي سبوعي. اللي قلق من الاخر يعلق له. صار انت طيحت لي قلبي وزيد علقت انا لولا. ابو سامحني كان دخلت لبيتي وما شاورتكش. يا دلع يا يقول انا تغيرت عليك انا زعلت اولع. قل لي ما زلت مطوله هوني تحبني نهجم من بيتي زيده؟ حاجتي بشوية انتيميتي نحب نكلم حد على راحتي. حاجتك بالانتيميتي قلبك يطلع حيط في الوسط. الو اهلا. نعم مانيش وحدي. لحظة دقيقة لحظة باش نكلمو. الو نانا. هي هاي رقدت. نانا شبيك رقدت على مخدد الزهز نتاعي؟ مش قلت لي باش خبيهم ليا؟ فجعتني تيري حبيت نطريهم لك شويه. مش لازم تطريهم لي اتوك يقعد عليهم اسبوعي طيف ارتاحهم جمله. بسم الله عليك لله سامحني. بسم الله على المبر لا يتغبر. هاو زيزك خوف ها شد خوف عندك زيزك ها محسوب. هذيك تسميه الزهيز هو كله بكليله ما يجيش في فليجة. يا ناري على روحي لو كان جيت باش نعمل هزه نفرش راهو يا دوب يشوف موبيلات اسبوعي. بربي قد ما شريت وزهزت وباقي ماكش حمد ربي. اما سيد سيد بربي انا هو الزهيز على شويه الحوايج اللي قاعده نلبس فيهم ولا على كزويز مليحف وبشاكل اللي حتى من الوانهم بلاحت والتراوس مشيتوا ها وقشونا مخادد والمكياج وراك ماك ناقصه حتى شيء راك. نانا راني ماشي نعمر داء مش قجر نتاع الكوافير. قولي محسوب هكا قصر الدهشه اللي باش تسكن فيه
أما الزايد خرشية قد ما نعمل ما يملعينك حتى شيء. صح النوس اسبوعي. شنو توحش تقيلة في بيروك القديمة؟ والله جاي زيد خويا عملت عسيلة وبرا وزيد قلقت راه وحدي. ددو خليت بلاصتها. ددو بون انا توا باش نوصيك ونبع عليك. جايني سي علالة بعد شوية ما تحكيش معاه برشا داكوردو؟ في بالي ما على خاطر. على خاطر شنو؟ شنو؟ شيء ما نعملوش فيزا. لا 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 من فضلك ما تعملو حتى شيء. اي سيرتو ما تجيبلوش حكايات من مخك كيما بكري. علاه زيد خويا شحال عملت؟ شحالك عملت؟ والجلطيم اللي تسيف فيه قدام زينب باش يسميوه هذاك. انا متغشش على خاطر دلندا. حتى انت زاد تعلمت تركب في المينات. عسلامة خويا سليمان. عسلامة عزة. مازال ما جاي حد؟ لا لا يا اخي دلندا مش هوني. لا 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 عزة يا اخي ما في بالكش انت؟ لا لا ما حكلكش اسبوعي. لا لا قول الله قول الله. ما هو دلندا طلع عندها خطيبها. يا نعم عاد خطيبها مسكن جاي على نياته هنا يزور في خطيبته يا اخويا. والسبوع هذا كان يعقل هاج وماج وكشاكش وطلعت وطلع له النيرف واعتص على الراجل. ياك هاو عاد ما عادش نجم مسكينه دلندا هزت سطوشها وروحت متغش. ولا مسكينه وهو السبوع يشعل في الراجل علاش؟ والله ما نعرف حتى انا قعدت بيت بلا هاو كهو تو يكمل لك الحكايه. نعم سي سبوعي عاص على خطيب الطفلة ما ولا باس. حرقك عليها الحليب غير عليها مال شنو؟ استرب صوتك عز وسطي. مالا سافا تحي كف على ظلو. يا بنتي شي ما صار انا ديما هكاكا نهيز وقلبي صافي ما عندي وين نوصل. حتى انا زاده ما صار شي. مالا نرجعوا لفريتنا كيف ما كنا. حقا فكرتني فكرك في الشهادة. يظهر لي ما زلت نسالك خياطة 23 كوسانة. متفكرتهم يا أمي فاضيلة. يا أخي باش نقلبك فيهم أنا؟ ليه حاشاك؟ أما نفكر فيك برك. ما كيما يقولوا لي بون كونتفون لي بون زامي زينوبة. لا 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 أما ما يغلبك اللي يقولك أعطيني متاعي. أيا اش قولكم كي الفلوس اللي لميتوها تمشيو بيهم معايا الفواياج خوازيير كيما نعرف هنا. انا الحق الفلوس حاجتي بيهم باش نزيد بيهم راس المال متاع البوتيك. انا الفلوسات اللي لميتهم باش نعاون بيهم ولدي يزهز باش يعرس والبقيه باش نعمل بيهم عمره ولا حجه اللي كتب من ربي. ايش بي وعلاش ما تزهزلوش من الخارج وقتها نختاروا كروازيير لتاليا هكيكة تسلع وتتفرهد حاجة وحويجة. والله فكرة هكيكة ترتاح منا ومن الدار ومن مشاكلنا الجمعة كاملة. أشكون باش يرتاح من صاحبه زعمة؟ يا مرا اسمع كلامي وتفكرني بخير. أختي فضيلة جرب المرة هذه امشي معاي وتو تشوف كيفاش تتفرهد وتبدل الجو. اترحم لي على ولدين ولدي. خليني نشوف أبوري ونقول لك. الو اجاني حاجتي بيك. الو ما سمعتنيش كي قلت لك اجاني حاجتي بيك؟ نعم شكوني انا؟ هاي نخرج لك توا نوريك شكوني انا. نخرج لك شنو يا سيد هذه جديده الحكايه بتاع شكوني انا؟ ها
وش بيه مرتين نكلمك باش تجي؟ بربي حط روحك في بلاصتي، قاعد في بيروك ونوم يكبي فيك ويطلبك واحد يجري توا، لا يقول لك هو شكون لا وين باش تجي؟ اسمع اسمع اسمع، ها وقاعد راهو مبرد في دمي خاطر لو جاي عم تاع راسي داو يطلعوا لي وما نحبهمش يزيدوا عليا. برا سيدي عمل لي قهوه، برا عمل لي قهوه. بربي هالتليفونات هذوما كل وهالشوها وقومني من نومي على قهوه، ما نعرفش نعمل قهوه. بلاي بلا يا اخي عمرك ما ريت دلندا تعرف في قهوه؟ ليه اسمع انا مانيش ناقصك راهو، لا يزي دلندا موشوني نقصد البيرو بلاش كاتبه، لا يزي انت اخرج عليا سيدي، برا امشي اخرج عليا. هي انا خارج. قل لي دلندا ما طلبتش؟ هي طلبت، وش بيك ما قلتليش؟ هي ما طلبتش. هو وانت علاش تسال زعل؟ نسال باش نشوف حكايتها وين وصلت، باش هكاكا ترجع لخدمتها. زعما ترجع غدوه؟ اش خص؟ زعما تلف خطيبه؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله الحكايه ما تطولش. ما كانش ترسيلي نجيب كتبه اخرى. شنو كتبه اخرى؟ فيسا فيسا بدلتها، مكسح قلبك. خوخ خوخ بدعمك وجع. اخرج عليا، اخرج اخرج قبل ما يجي الراجل. اخرج عليا. قالوا نبدل دلندا وانا عندي قلب باش نبدلها دلندا. سلامة. يسلمك ساسي عليلة. يا ورحمة يا ورحمة. عندي رونديفو مع الطبيب. اي صحيح صحيح، تفضل تفضل قعبزوني تفضل. يا ورحمة بيك. عليلة قوم قعمز غادي. في شو البلاد دور الكيكة تاو نتاعك؟ تحب نقوم نمهدك؟ شخص شخص يا راس اللحم. الله واحد اخرى واحد اخرى يا بويلي. الله يا بيه عجبتك عجبتك يا فصالة. هذي اقوى واحد. يا سلام يا سلام يا سلام يا تعفى. بيبي سامحني سامحني يا بيم يا بغلب يا مصدق يا خويا يا سيدي خويا. ولا لا وي الباسيون جي. نعم يقول لك والله لاني عليك. شنو تصور؟ لازمك يصدق لي. يصدق لك؟ الظهر في عمك صعيب. والله صح عليك. صح عليا؟ يا شباب يا باهي يا متربي. أمان مسك باش تقول له كيف تعمل مزيه تقول له عيشك بربي يدخل له كان يقلقك شيء. ادخل ادخل كون كون. هاي تفضل سي عليلة تفضل اقعد. تفضل خذ راحتك. بعثك بروفيسور بن عمر مش هكا؟ باهي انا شفت الملف نتاعك طلعت عليه وحسب الخلاصه اللي توصل لها زميلي انت عندك نوع من المازوشيه اللغويه اذا صح التعبير. هذا هو اللي قاله لي الدكتور. قل لي انت من اللي صغير عندك الحاله هذه؟ هي نعم يا دكتور، من الصغرى وانا ناكل في البخس من عند امي بابا اخواتي صحابي الجيران الناس الكل. كنت ناكلها في عظامي ونسكت خاطر لا عندي بدن باش نقاومهم ولا جهد باش نعاركهم. نولي نطبس راسي ونسكت. ايوا ومن وقتاش انت عندك هالغرام بالبخس؟ كبرت وليت معاش النجم حد يكلمني ما غير لا يشعل فيا. نبدا نرقل 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 نستنى وقتاش تجي النبزه. يا اخي بشويه بشويه وليت مدمن على الستاكا. يرحم بوك. حتى من مرضي خذيتها صعيبه ومراجه باش كنحط ساقي في الدار نبدا ناكل في كلاطو شيخ.
حياة زوجية عادية. اي وفي الخدمة سيدي؟ في الخدمة زادة عندي عارف مكشيش ما عنده وين يدور الريح. نبدا نكركر بالعاني باش يشعل فيا. وسمرش؟ شتيما خاطر هو زاد يكركر أكثر مني. أما وكاك يعرفوا هو يعطس عليه يرجع غشوا عليه وقتها نتفرر. ومكوش وقته بجملة واو. اسمع ددو ما تخافش المرة الجاية لو كان يجيك الهنية ويقلقك ديريكت عيط والله دابا نوريك فيه. هي 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 نقرش ولا وهم الدروش. حتى انا توحشتك ددو. تعرف البيرو بلاش بيك موعش بلاش ضحكتك كل بنينة. باهي غدوة جاية ما باهي تاكل باهي ما تسمع على خير. بيزو بيزو واللي تبعث لها في البيزوات الشباب. استنى زوجتي بسالك ساعة. أولا البيزو هذا رونيته صافي كما لقيتي، وثانيا الوش الغش هذا الكل قداش مرة نقول لك اللي دلندا روكي يا أختي روحت متخلقة. قلت نسال عليها إيش فيها هذه؟ إيش فيها؟ فيها لينا الشيء هذه ما يساعدنيش. وعلاش تسعى على روحك متقلقة؟ مصيدة اللي جاي اليوم طلع مش خطيبة في الكل تعرفوا ما مش تاخذوا. وانت عاد تفرهد مش هكا؟ لواش تحبني نتفرهد انا؟ يا اخي عندي عزوزتي وما اتراك انا شبيه؟ انتي راك انتي احد غادي. راني قعدت ماما تتنرفز كان نحب بيه ما عادش تقولي بيه. باهي شيك سيدة؟ أنا سيد زادة. هي حليلة وين؟ بعض سيدي خويا. شكون حليلة؟ صوصتي هذي واحد يموت على المخص انتي تبنى تمرمت فيه وين الشيخ. عمري مريت. وعليش عمرك مريت؟ يا أخي ناسي روحك. تفضل أختي. هاي تفضل سي علالة تفضل. بو توا خذ موعد للمرة الجاية. ها عسلامة باجي. مو لاباس حاجتك بحاجة؟ نسب سي علالة عليها يا أخي. تعرفوا بعضكم؟ لا لا حبيت أتعرف عليه برا. ومو لاباس حتى تعرف عليه. ها أنا ما في باليش بيك تنسنس حتى على المرضى بتاعي. إي بالعقل باجي قداش كنسناز؟ أنا نسنس؟ باهي أنا ساكي معاش نحطها هوني وأنت أسبوعي انسى القهوة وانسى الدباير متاعي فهمت؟ يا باشي شعندي قلت لك انا طوى بقي عيط له بقي عيط له. اسمع يا سيد هوني فما كابينين متاع طبيب مش تراس تاع قهوة. وقتها مخك يتحل وتولي تفهم حتى بالوامع. اعمل 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 موعد للراجل اعمل يا مصدق. تعرف خويا ملا نعيم انت عايش فيه. شنو انا والله حاسدك على هالبقعة. نعم هي شوف شوف الرونديفو يا مصدق. شو شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل. Yeah.